لم يفز الشيحانية وهو أقرب الجميع للهبوط إذا ما لم يتحرك القائمون عليه من أجل انتشال الفريق من المركز الأخير وأولاً وليس أخيراً. الخور يريدها ثلاثاً تعطي بعض الدفء وسط توقف الشتاء القادم. تقدموا والخور أفضل بفضل حمودان، لكن المطانيخة كانت لهم بصمة قد تكون الأجمل بين كل أهداف الجولة من كيسي أمانغوا. ينتهي الأول بالتعادل بهذه الحركة العنترية الفردية من أمانغوا بعد مراوغة لاعبين اثنين، وفي الثاني عاد الخور ليقول الكلمة الأولى كما في نصفها الأول تماما، صناعة وتهديف متقاسما المجهود بين عبد الله المريسي والبرازيلي تياغو. مجددا الفرسان يتقدم بنتيجة اللقاء، ومجددا الخور يضرب أولا يسجل أولا. والخور كأنه ضمن النقاط فتراجع إلى الوراء، وإذا بها تأتي من المدافع الإيراني المتألق رامين وفي غفلة من الجميع. يبدع مع نادي الشحانية. تشهد نهاية اللقاء هدفاً ثالثاً للخور، لكنه ألغي بقرار من الحكم ليتقاسم الطرفان نقطة واحدة. الكاسب منها هو الشحانية الذي غير من مركزه الأخير إلى ما قبله.